مساء الخير لجميع متابعينا في المملكة العربية السعودية. نهار اليوم سارت أحوال جوية حارة في عموم مناطق المملكة، تشكلت حالة محدودة من عدم الاستقرار الجوي في شمال المملكة، عملت على تكاثر في الغيوم المتوسطة والعالية ارتفاع فوق منطقة الجوف، منطقة تبوك، أيضا أجزاء من حائل والحدود الشمالية، هطلت على إثرها بعض ضخات من الأمطار. صور القمم الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار لكميات من الغيوم المتوسطة والعالية، هي عبارة عن حالة محدودة من عدم الاستقرار الجوي، يتوقع أن تعمل على هطول بعض ضخات الأمطار المحلية والمتفرقة الطابع، في حين ساد طقس صافي في باقي المناطق. ننتقل الآن لخرائط توزيع درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القليلة القادمة، واعتبارا من يوم الخميس. يوم الخميس تسود أحوال جوية حارة في عموم مناطق المملكة، درجات الحرارة تكون أربعينية في عموم المناطق، لكن اعتبارا من يوم الجمعة بإذن الله تقترب من شمال المملكة كتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل من المعتاد، هي عبارة عن كتلة هوائية معتدلة الحرارة قادمة من شرق البحر الأبيض المتوسط باتجاه منطقة بلاد الشام ثم نحو شمال المملكة العربية السعودية، حيث ستنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس خلال يوم اعتبارا من يوم السبت، لتسود أجواء نوعا ما حارة نسبيا خلال ساعات النهار لكن تكون معتدلة خلال ساعات الليل، في حين يستمر الطقس الحار والشديد الحرارة في باقي مناطق المملكة. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث تسود أجواء صافية مع 31 درجة مئوية، الملموسة 29، الرطوبة منخفضة والرياح تكون ما بين الخفيفة والمعتدلة السرعة. التوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة، يوم الجمعة 42 إلى 31 درجة مئوية مع تفرق لبعض الغيوم العالية بدون فعالية، يوم السبت طقس حار 43 إلى 32 درجة مئوية، أما يوم الأحد 44 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 33 درجة مئوية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.